بدنا طبعا اول شيء توت ازرق، بدنا موزه، كوبين حليب، لبن طيبه، وشويه من السكر او المحلي حسب ما انتو عندكم موجود. وعلى طول هيو سامعين الصوت؟ ها في شيء ثلج مجمد، فرايحين نضيف، سامعين؟ سامعينها؟ ومنضيف البلو بيري كمان، كله كله مجمد عندي. طبعا السكر هون حاضر، ممكن ما تضيفوا سكر، ممكن محلي صناعي، ممكن ما تضيفوا، ضيفوا عسل، كل شخص هو حر في اختيار المناسب له. لبن طيبة هون حاضر كمان، حط يعطيني سماكة ويعطيني طعم بالضبط. عندي هون الموز، ودائما أنا بحكي لكم وبحب إني أضيف الموز للسموذيات كلها بشكل عام، يعني بتعطيكم طعم كثير مرتب. طب إذا عندي موز من المجمد بالفريزر بزبط كمان؟ يا سلام، أحسن وأحسن. يا سلام يا سلام، لانه عن جد كل الناس ما يعني الموزه بس لقوها خلص استوت وما حد رح ياكلها على الفريزر، صح شيف؟ نعم، ما احلاها بسموذي. بتسود شوي معكم، معلش، لكن بالاخر حتعطيكم نتيجه نتيجه منيحه. اضفنا كمان لبن. حليب حليب ولبن والموز. بسم الله يا سلام، شوفوا اللون محلاه. هذا مفيد جدا، بارد يعني بهالشو بهاي اللي جايتنا يومين جداً. جدا جدا، وعن جد فوائد، يعني عم نعطي اولادنا شيء زاكي وبنفس الوقت جدا جدا مفيد. صحي مفيد، يعني توت ازرق، يعني ولا اروع، فراوله، موز، حليب، لبن، فظيع. وهذا لو حطينا عسل، فكر هاي تعد وجبه. شو وجبه؟ هاي وجبه صحيه جدا، يعني هاي تعرف اذا بتضيف عليها لونه. شويه شوفان كمان. هذا لونه زي البليزر اللي انا لبسته، شايف؟ شايف يطلع محلاه، لابق مع اوعيه. شوف اللون محلاه، بيربل.